السلام عليكم طلاب الصف الخامس العلمي. درسنا لهذا اليوم قابلية الاشتقاق، ناخذ دالة تحتوي على قيمة مطلقة ونستخرج ملاحظات جديدة، استنتاجات تفيد لنا في المواضيع القادمة إن شاء الله. لاحظ المثال التالي: لتكن الـ f of x، لتكن الدالة f of x مجالها من الأعداد الحقيقية وإليها، المجال والمجال المقابل هو الأعداد الحقيقية. هذه الدالة تأخذ القيمة المطلقة التالية: f of x تساوي أن مطلق x ناقصاً 3. جد أولاً، هل أن الدالة مستمرة؟ هل أن الدالة مستمرة عند الـ x تساوي أن 3؟ هذا أولاً. اثنين، هل أن الدالة قابلة للاشتقاق؟ هل أن الدالة قابلة للاشتقاق عند x تساوي لنا 3؟ بين ذلك. مطلبين لدالة واحدة: موضوع الاستمرارية وموضوع قابليات الاشتقاق. لاحظ الحل، حل السؤال بهذا الشكل. أولا نبدأ بتعريف القيمة المطلقة. أولا تعريف القيمة المطلقة: x ناقصا 3، هذه القيمة المطلقة. نعرف القيمة المطلقة أولا، القيمة المطلقة تأخذ صورتين: الصورة الأولى موجبة x ناقصا 3 أكبر ويساوي صفر. نحل القيمة المطلقة على اعتبارها متباينة من الدرجة الأولى، بإضافة النظير الجمعي نحصل على أن x أكبر ويساوي 3. القيمة السالبة هي x ناقصا 3 أصغر من الصفر. هنا نستطيع أن ندخل الإشارة على القوس، لاحظ بهذا الترتيب فتصبح عندنا 3 ناقصا x، يحتاج إلى ترتيب. هذه الكلمات اللي أشير لها في الصف الخامس هي نفسها في الصف السادس، لاحظ هاي الدالة الجديدة. أيضا هنا استنتاج، من حيث نحصل أن x، هنا لاحظ هذا المقدار أصغر من صفر، أن x أصغر من 3 بهذا الترتيب، الدالة الأولى أو الدالة الثانية. نحتاج إلى تعريف القيمة المطلقة أولا. نبحث شروط الاستمرارية حسب الطلب الأول. شروط الاستمرارية: صورة العنصر 3 في الدالة. في علاقة المساواة أينما وجد نحصل على تعريفنا للدالة، علاقة اليساوي، لاحظ بهذا الشكل، هذه عملية المساواة. الدالة هي x ناقصا 3، يصير عندنا الجواب 3 ناقصا 3 ويساوي صفر، أصبحت الدالة معرفة، لا يوجد عدد يجعل الدالة غير معرفة. في علاقة المساواة تعويض بالعدد 3، صورة العدد 3 في الدالة، إذن الدالة أصبحت معرفة. نأخذ غاية اليمين، الشرط الثاني limit غاية f of x، عندما الـ x تقترب من العدد 3 من جهة اليمين، يمين الدالة هو العدد أكبر يمين، هذه جهة اليمين، هاي الإشارات بالعربي بالبساطة للتوضيح فقط، هنا عندنا يسار. راح يصير توزيعية الغاية بهذا الشكل: limit للـ x ناقصا 3، عندما الـ x تقترب من 3 من جهة اليمين، أوزع الغاية على الأولى وعلى الثانية، راح يصير عندنا limit للـ x ناقصا limit للعدد 3، الاكس تقترب من العدد 3، الاكس تقترب من العدد 3. في الحالة الأولى هناك تعويض عن الحرف اكس، صار عندنا 3 ناقص، هنا العدد الثابت لا يجوز التعويض، العدد نفسه يساوي لنا 0 ويساوي لنا ال 1، هذه تمثل عندنا الجهة الأولى بعد توزيعيتنا للغاية. ناخذ جهة اليسار، limit f of x عندما الاكس تقترب من 3 من جهة اليسار. الدالة اللي راح ناخذها هذه هي الدالة، يستطيع الطالب أيضا ياخذها مسبوقة بإشارة سالبة. الناتج يساوي لنا limit 3 ناقصا الاكس، الاكس تقترب من 3 من جهة اليسار، توزيعية الغاية بهذا الترتيب، صار لنا limit للعدد 3 ناقصا limit للعدد تغير اكس،
نحصل على الناتج التالي. العدد 3 لا يجوز التعويض، العدد نفسه. أنا نعوض عن الحرف X بالعدد 3، 3 يروح 3 0، نحصل L2. بما أن L1 يساوي L2، من عندنا نستنتج وباتجاهين أن الغاية موجودة. limit of X عندما X تقترب من 3 من يمينها ويسارها يساوي الناتج 0. نكتب بالعربي الغاية موجودة، الغاية موجودة ما تستفاد من هذا المعنى للجواب. الغاية موجودة، الغاية موجودة. متى تتحقق الغاية؟ عندما يكون يمين الدالة يساوي يسار الدالة، تكتب بالرموز. الشرط الثالث، الغاية تساوي الدالة، الغاية تساوي الدالة. أكثر الطلاب يصور النتائج متساوية، لا، أنت تخليهم يشوفهم متساويين لو لا. صار عندنا صورة F of 3، F للثلاثة من الناتج المعرف بالخطوة الأولى يساوي لنا الغاية، لاحظ اللي هي limit F of X عندما الـ X تقترب من الثلاثة بما نساوي بالعدد صفر، بما أن تمت المساواة. إذن الدالة أصبحت مستمرة، إذن الدالة مستمرة لأنها حققت الشروط الثلاث، مستمرة عند الاكس تساوي لنا 3. لاحظ هذا الجواب الأول. الملاحظة الثانية، هل أن الدالة قابلة للاشتقاق؟ قابلية الاشتقاق تتحقق بالتعريف وليست بالقواعد. قابلية الاشتقاق تتحقق بمن؟ بالتعريف وليست بالقواعد. راح ناخذ بهذا الشكل، نحفظ القانون، ثانيا نبحث قابلية الاشتقاق. هذا الجزء الأول من الموضوع، تحققت عندنا ثلاث شروط للاستمرارية. ثانيا نبحث قابلية الاشتقاق، قابلية الاشتقاق، قابلية الاشتقاق. القانون مالتنا F برايم اوف اكس للتوضيح يساوي لنا ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر اف اوف اكس زائدا دلتا اكس ناقصا اف اوف اكس على دلتا اكس. هذا هو القانون. ايضا نعوض عن العدد 3 ودلتا من جهة اليمين والدلتا من جهة اليسار، مو العدد، الدلتا هنا يمين ويسار العدد، راح يصير عندنا بهذا الشكل اف برايم اوف 3، الاف برايم اوف 3 يساوي لنا ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر من جهة اليمين، يعني ناخذ دالة اليمين، راح يصير الجواب مالنا بهذا الشكل. نعوض عن الحرف اكس بالعدد 3، صار عندنا 3 بدل الحرف اكس في الدالة الأصلية 3، لاحظ ممكن نضيف لها دلتا اكس زائدا دلتا اكس ناقصا 3 ناقصا اف اوف اكس، اف اوف 3 الاف للثلاثة، تعويض وين؟ في الاستمرارية، الخطوة مرت علينا، اف للثلاثة الجزء الثاني صفر. هاي الملاحظات حتى طالب ما يتعود التكرار، لاحظ على دلتا اكس بهذا الشكل. اذا تعويض باضافة دلتا اكس لكل اكس موجودة في الدالة. نبسط هذا الناتج يساوي الناتج ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر فتح الاقواس وجمع الحدود المتشابهة 3 زائدا دلتا اكس ناقصا 3 على دلتا اكس، بعدها فتح الاقواس وجمع جبري للحدود المتشابهة. لاحظ ايضا عدد مرات الاضافة بعدد مرات الحذف، اضافة مرة واحدة نحذف مرة واحدة حسب القواعد الصحيحة. الناتج المتبقي يساوي ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر، يبقى عندنا دلتا اكس على دلتا اكس. تبسيط، لاحظ بهذا الشكل، لاحظ الكلمات اللي اشير الها نفسها في الصف السادس. ايضا هنا اختصار بين البسط والمقام، اصبح الناتج بهذا الشكل. اذا اف برايم اوف 3 يساوي لنا ليميت للعدد واحد عندما دلتا اكس تقترب من الصفر ويساوي لنا واحد.
هنا لا يجوز التعويض ما عنده دلتا اكس نعوض عنها. هاي نقدر نكتب عليها L1 ويساوي لنا L1. ناخذ جهة اليسار ايضا F برايم للثلاثة الناتج يساوي لنا ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر من جهة اليسار، الاقتراب الاول من جهة اليمين بالنسبة لعدد ثلاثة، الاقتراب الثاني لدلتا اكس من جهة اليسار اي الدالة الثانية. الناتج يصبح بهذا الترتيب، إضافة دلتا اكس لكل اكس موجودة في السؤال. لاحظوا وياي هذه الدالة، راح اخذ هذا المثال داخل المستطيل، هذا المثال هاي الدالة. راح يصير عندنا ثلاثة ثلاثة ناقصا عندنا اكس، يصير عندنا اكس مكان العدد ثلاثة ايضا زائدا دلتا اكس، لاحظ بهذا الشكل ناقصا صفر، عندنا التعويض بالعدد ثلاثة في الدالة الأصلية على دلتا اكس. الملاحظة هنا الطالب راح يقع في هذا الخطأ، لاحظوا وياي مكان الخطأ ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر، إشارة بسيطة حتى الطالب ما يصير عنده خطأ، توزيعية الإشارة السالبة، لاحظ بهذا الترتيب هنا يصير عند الطالب موضع الخطأ بهذا المكان بالضبط. راح يصبح السؤال ثلاثة ناقصا ثلاثة ناقصا دلتا اكس، توزيعية الإشارة السالبة على دلتا اكس. بعد فتح الأقواس جمع جبري للحدود المتشابهة، أيضا صار عندنا حذف موجب ثلاثة وسالب ثلاثة، تبسيط الناتج صار عندنا ليميت غاية دلتا اكس تقترب من الصفر، صار عندنا سالب دلتا اكس على دلتا اكس. لاحظ به اختصار بين البسط والمقام، يصير راح عندنا سالب واحد ليميت دلتا اكس تقترب من الصفر، يصير عندنا سالب واحد، لا يوجد تعويض، اذا الناتج يصير عندنا سالب واحد ويساوي لنا L2. من عندنا نستنتج بما ان L1 لا تساوي لنا L2 اذا الدالة غير قابلة للاشتقاق، بما ان L1 لا يساوي لنا L2 عند العدد ثلاثة استنتج من عنده اذا الدالة غير قابلة للاشتقاق، اذا الدالة ليست قابلة للاشتقاق، ليست قابلة للاشتقاق. لاحظ إشارة بسيطة غيرت عندنا النتائج. كيف يتأكد الطالب من هذا الجواب؟ يرسم الدالة، يلاحظ وجود حافات حادة عند العدد ثلاثة. لاحظ المثال، تبسيط هنا الدالة بالرسم يثبت أن صحة النتائج، لأن الناتج ما راح يقدر الطالب يتحقق من عنده إلا بدقة الحل ضمن الخطوات، أما الرسم فراح يكون دليل واضح جدا على صحة الحل. لاحظ بهذا الترتيب، هذه هي قواعد وقابليات الاشتقاق. ما هو الاستنتاج الأخير لهذا الموضوع؟ الاستنتاج الأخير أن كل دالة قابلة للاشتقاق عند نقطة تكون مستمرة عند تلك النقطة. هذه الملاحظة اللي نخرج بها استنتاج من خلال هذه الأمثلة. لاحظ الاستنتاج التالي، كل دالة قابلة للاشتقاق، قابلة للاشتقاق عند نقطة معينة، عند نقطة معينة هي دالة مستمرة، دالة مستمرة عند تلك النقطة، عند تلك النقطة. ملاحظة والعكس غير صحيح، العكس غير صحيح. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.